نحمده سبحانه ونشكره على لطفه ورعايته وحفظه. الله لطيف بعباده، الحمد لله. تلطف الله بنا كشأنه معنا دائما. في هذا الصباح تعرضنا لحادث خطير، لولا لطف الله لكان الإنسان اليوم في الدار الآخرة. وهذه عبرة كبيرة، أن المسافة بين الدنيا والآخرة ليست بعيدة، والمسافة بين الموت والحياة ليست بعيدة، هي لحظة واحدة. ولذلك العبرة ينبغي أن نعد أنفسنا للقاء الله سبحانه وتعالى، وأن نعتبر أن هذا هو أقرب إلينا من حبل الوريد. هو قريب في كل لحظة يمكن أن يأتي، ونحن غافلون، ونحن لاهون، ونحن في غيره نفكر وفي غيره نتدبر. والحمد لله على كل حال. أرم فهم الراديو اللي يسمع.